النهارده النادي الاهلي ارسل خطاب جديد لاتحاد الكوره وللجنه الاولمبيه، وده اللي بناكد عليه انك انت بتحافظ على الشكل القانوني للعلاقه وبتحاول باستمرار تشوف ايه اللي انت محتاجه بشكل قانوني وواضح وصريح. النادي الاهلي بعت لاتحاد الكوره يقول له السيد الاستاذ وليد العطار القائم باعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم تحيه طيبه، وبعد بالاشاره الى خطابنا المرسل اليكم بتاريخ 8/4/2020 والمتضمن طلب موافاتنا بقرار اتحادكم الموقر النهائي حيال شكاوى النادي الاهلي الرسميه المرسله الى اتحادكم مرفق طيب، فاننا نخبركم بانه حتى حينه لم يرد الينا قراركم النهائي حيال جميع الشكاوى الرسميه المقدمه اليكم، لذا نلتمس من سيادتكم التكرم بسرعه اصدار قراركم في تلك الشكاوي حفاظا على حقوق النادي الاهلي وذلك في اطار اللوائح والقوانين الدوليه المنظمه لذلك، والا سوف نضطر اسفين الى اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال امتناعكم عن اصدار القرار. ده الخطاب الوارد النهارده 8/6/2020 من النادي الاهلي الى الاتحاد المصري لكره القدم. يعني ايه؟ النادي الاهلي قدم يجي 10 12 جواب وشكوى لاتحاد الكوره، لجنه التظلمات وال لجنة المسابقات وكل ما يخص اتحاد الكوره. اتحاد الكوره وفقا للائحه بتاعته اللي معمول بيها حتى اللحظه هو المسؤول عن فض المنازعات وحسم كل العلاقات بين كل اطراف ومنظومه اللعبه، فبالتالي واحده من اهم المهام بتاعته انه يبت في ده. طب النادي الاهلي بعت لك هذه الشكاوي وبعت له صوره منها بيقول له بعت لك كل ده في تاريخه، انت لغايه دلوقتي ما بتردش ليه؟ انت مفيش اي رد منك ليه؟ ما هو انت لو ما ردتش وفقا للائحه بتاعتك اللي منظمه للعلاقه انا هضطر اسف لاتخاذ الخطوات القانونيه اللي بتحفظ لهذا الحق حيال هذا التجاهل الوارد منك، وكله بموجب اللائحه. ايه اللي بيمنعك ان انت ترد عليا حتى انك انت تقول لي شكوتك مش قانونيه وحفظتها؟ لكن هذا الطناش التام وهذا التجاهل التام غير مقبول بالمره. خطاب النهارده اللي راح للاتحاد المصري لكرة القدم بهذا المعنى راح واحد زي منه للجنة الأولمبية المصرية، للمدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية الأستاذ ممدوح الششتاوي. النادي الأهلي بيقول لهم نفس الكلام، بعت لكم شكاوي ما بتتوش فيها، ما حدش رد، هنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية لحسم هذا الأمر. حاجة غريبة. فالأهلي بينتظر. حاجة غريبة وغامضة مش مفهومة يعني. اه. ارفض أو اقبل. بس رد رد، ما بقولكش اديني اللي انا عايزه، قول لي لا اللي انت بتقوله ده مش من حقك، اعرف انه مش من حقي او اصعد لو كنت شايف انه من حقي كنا